بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعباده الصالحين. نحن في ضيافة الإمام العظيم شمس الأئمة السرخسي في مدينة أوزجند التاريخية من وادي فرغانة المبارك. وفي هذه المدينة تمت معاهدة تشبه ما يسمى الآن ترسيم الحدود بين الصين وبين الدولة الإسلامية. في هذه المدينة قام الفاتح المسلم قتيبة بن مسلم رحمه الله بعقد المصالحة في هذا المكان، واستقرت حدود الدولة. وهذه المدينة مدينة مباركة، طيبة الثمار، وفيرة المياه، مشهورة بالأرز الممتاز وبالعلم وكثرة العلماء والصالحين، وهذا هو الأهم. من هذه المدينة قاضي خان الفقيه الحنفي الكبير، وفيها مثوى الإمام السرخسي شمس الأئمة رضي الله تعالى عنه. أريد من هذا المكان المبارك بجوار هذا الولي الحبر العظيم أن أرسل رسالة إلى طلاب العلم عن سيرة هذا الإمام الجليل. هذا الرجل له مزية كبرى، يلقب بشمس الأئمة. كتب الحنفية، أهم كتب الحنفية كتب ظاهر الرواية الستة المعروفة، كتب محمد بن الحسن الشيباني، وهي أصح ما في المذهب. جمعها الإمام الحاكم الشهيد، ثم جاء بعده شمس الأئمة السرخسي رضي الله عنه وشرحها في كتابه المبسوط، وهو من أفضل وأوسع كتب الحنفية، وهو موسوعة الحنفية. هذا الكتاب له قصة فريدة. هذا الرجل المبارك، هذا الولي الصالح، أفتى بما لا يروق لبعض الحكام. الحاقان الموجود في هذه المنطقة كان له رغبة أن يتزوج امرأة قبل انقضاء عدتها، فمنعه من ذلك، فسجنه ودخل السجن 15 سنة. هذه السنوات الطويلة ليس لديه حتى ورق ولا قلم، كان يملي إملاء من داخل السجن إلى الخارج وهو يكتبون. أملأ كتاب المبسوط كاملا من حفظه رضي الله تعالى عنه، وقد ذكر هذا في أكثر من موضع، في كتاب العتاق، في كتاب الطلاق، في بعض أبواب العبادات، ذكر أنه قد كتبه المحبوس عن الجمعة والجماعات، المبتلى بألم الفراق. هذا الكتاب العظيم كله من حفظه، وبقي صامدا ثابتا على الحق. هذا رسالة لأولئك الناس، ولا سيما من طائفة الحداثيين والعلمانيين الذين يقولون إن الفقه الإسلامي هو عبارة عن مؤامرة بين الفقهاء والسلاطين، وأن الفقهاء كتبوه إرضاء للسلاطين. هذا أهم كتاب في المذهب الحنفي، وهو الكتاب الجامع لكتب ظاهر الرواية أصح ما في المذهب. أين كتبه وكيف كتبه؟ والتاريخ شاهد عدل على هذا. هؤلاء الرجال الأئمة الأعلام الأحبار الأولياء الصادقون الذين أمضوا حياتهم لله، تركوا هذه الثروة العلمية العظيمة لينتفع بها، وقد كتب الله لها القبول ببركة إخلاصهم. ذكر أمام السرخسي رضي الله عنه أن الإمام الشافعي يحفظ 300 كراسة، فقال إن الشافعي رضي الله عنه يحفظ زكاة ما أحفظ، فعدوا ما يحفظ، فكان وصل إلى أكثر من 12,000 كراس كلها من حفظه رضي الله عنه. كتب في الأصول كتاب أصول السرخسي من أروع الكتب، وهو من أوسعها وأجملها وأسهلها عبارة، وحتى حقيقة كتابات الإمام السرخسي تمتاز بالسهولة، ليس فيها تعقيدات وليس فيها صعوبة مع التبحر وسعة الاطلاع. هذا الإمام المجاهد، يعني نذكر فائدة فقهية مما ذكر، ذكر في كتابه هذا المبسوط أن طالب العلم يستحق الزكاة وإن كان غنيا. لماذا؟ ليس تحت سهم الفقراء، قال تحت سهم في سبيل الله، لأنه مجاهد في سبيل الله.
اتفق الفقهاء على أن مصارف الزكاة 8، واتفقوا على أنها تصرف من ضمن الثمانية في مصرف المجاهدين في سبيل الله، واختلفوا في سبيل الله ما المراد به. اتفقوا على أنها تنطبق على المجاهدين. الإمام السرخسي رضي الله عنه يذكر قولا في مذهبنا أن هذا ينطبق على طالب العلم لأنه مجاهد في سبيل الله، ربما أخذها من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذه الرسالة أوجهها لكم من جانب هذا الإمام المبارك الولي الحضر والمكان فيه روحانية عظيمة وحقيقة. يعني سيرة هذا الإمام تدلنا على عظمة هذا الفقه المبارك. نسأل الله تعالى له المزيد من الرضا والرضوان، ونسأل الله جل جلاله العلي العظيم أن ينفعنا وأن ينفعنا ببركات هؤلاء الأئمة وببركات ونفحات شمس الأئمة السرخسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.